موجز الأخبار من أون لايف، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات القمة العادية 30 للاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن يترأس السيسي على هامش هذه القمة اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي، كما سيشارك في الجلسة المغلقة لبحث الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي. وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيشارك على هامش أعمال القمة الإفريقية في قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا. تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعنا اليوم لمناقشة الدفع بمرشح باسم الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة العليا في اجتماعها الطارئ على خوض الانتخابات وعلى اسم رئيس الحزب السيد البدوي منفردا كممثل للحزب فيها. أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية أنها ستقاطع مؤتمر السلام الذي دعت إليه روسيا في سوتشي، وأرجعت المعارضة قرارها إلى عدم التزام الحكومة السورية وحلفائها بالتعهد خلال مؤتمر فيينا. واعتبرت المعارضة مؤتمر سوتشي محاولة لتقويض جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق سلام على حد قولها. الختام، شكرا لكم.